إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. فيا أيها إخوتي الكرام، فأوصيكم وأوصي نفسي المؤسرة المذنبة على تقوى الله العلي العظيم. فسيكون إن شاء الله موضوعنا اليوم إن شاء الله، هذه يعني ستكون سلسلة بإذن الله تعالى، يعني حتى في الجمعة القادمة سوف نتكلم على نفس الموضوع. فالجمعة وجمعة القادمة وجمعة القادمة سنتكلم في نفس الموضوع، ألا وهو موضوع الشباب. هذه ستكون سلسلة إن شاء الله في موضوع الشباب. أنا اخترت هذا الموضوع لأنه مهم جدا، ولأنني رأيت في كتاب الله تبارك وتعالى الشباب عظماء، ورأيت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الشباب كبراء. فالإسلام جاء بالشباب، والإسلام أعطى أهمية كثيرة للشباب، ولازم نفهم هذه المرحلة أنه مرحلة عظيمة وسنسأل عليها غدا يوم القيامة. فسوف نتكلم عن ما هو الشباب، ما هي الميزة التي في الشباب، التي يعني هي التي تعطيهم درجات عالية. لماذا يعني نسمع كلام الله تبارك وتعالى في سورة الروم؟ ماذا قال الله تبارك وتعالى يعني يتكلم في الشباب عن سورة الروم؟ قال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، يخلق الله ما يشاء وهو العليم القدير. يعني هذه المرحلة، مرحلة الشباب، هي مرحلة تأتي بعد ضعفين. من قبل يعني تكون ضعيف، أنك طفل صغير، يعني لا تعرف تأكل، لا تعرف تلبس، ولا تعرف تحمل شيء ثقيل، ولكن من بعد أصبحت فيك قوة، ومن بعد هذه القوة سيأتي ضعف آخر لا بد منه، ضعفا وشيبة، يخلق الله ما يشاء. فهذه المرحلة جاءت مرحلة قوة بعد ضعف. وجاء يعني هذه الآية جاءت فيها قراءتان. في القراءة الأولى يعني جاءت الضعف بالضمة، يعني الله تبارك وتعالى يعني ضعفين ماشي ضعفين. وأما في القراءة يعني عن حفص عن عاصم الذي قرأها جاءت يعني بالفتحة، يعني ضعفين. ما هو الاختلاف بين الضعف والضعف؟ الضعف يكون ضعفا في البدن، والضعف يكون ضعفا في العقل. يعني الضعف كيكون في البدن وكذلك في العقل، مش ضعف فقط في البدن ولكن حتى ضعف في العقل وكذلك القوة. في هذه الآية لما الله تعالى يدخل القوة يعني يقصد حتى مراد بها والله أعلم، حتى القوة، قوة العقلية وقوة الجسدية بجوج، لأنه قوة العقل هي أهم وأعظم من قوة الجسد.
وجاء يعني في الحديث الذي رواه الترمذي أخرجه الترمذي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول آدم ابن آدم يوم القيامة لا تزول آدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس في عمره فيما أفناه في عمره فيما أفناه ثم وعن شبابه فيما أبلاه ثم المال من أين اكتسبه ومن أين أنفقه ثم علمه ماذا عمل فيما علم يعني الحياة سنسأل عليها عامة ونسأل على هذه المرحلة خاصة سنسأل على هذه المرحلة مرحلة الشباب هي مرحلة خاصة مرحلة خاصة لأنه في المرحلة تكون عند الإنسان قوة تكون عنده حظ قوة تكون عنده نعم قوة في البدن قوة في العقل فلازم هذه القوة يعني كل ما تزاد النعمة كل ما تزاد السؤال فلهذا سنسأل خاصة عن الشباب عن شبابنا فيما أبلاه شبابنا فيما أبلاه لأن هذه المرحلة مرحلة نعمة مرحلة قوة في البدن وكذلك في العقل فسيكون السؤال يعني هذا شيء مهم لأننا سنسأل عامة للحياة وخاصة في شبابنا فلهذا أوصيكم يعني أوصي الشباب ألا تضيعوا الوقت أن هذا الوقت وقت يمر بسرعة ولا تضيعوا حياتكم وكونوا أنصار الله وكونوا في دعوة الله تبارك وتعالى لأنه في هذه المرحلة الشاب يكون أقدر على الطاعة يكون أقدر على يكون أقدر على الدعوة أقدر على الطاعة وأقدر على العبادة فلازم هذه المرحلة لا يضيعها فيما لا ينفعه ويحرص على ما ينفعه وما ينفعه هنا في الدنيا وفي الآخرة فلهذا نرى أعداء الدين وأعداء الإسلام لما يريدون يخربوا أمتنا يعني لا يأتون إلى الكبار وإلى المشايخ يأتون إلى الشباب لأنه إذا خربوا يعني عقيدة الشباب وخربوا دينهم فالأمة تمشي بكاملها فلازم شبابنا ألا يكونوا عبادا للمال ولا يكونوا عبادة للإناث ولا يكونوا عبادة للجوالات والموضة إذا كانوا هكذا فالأمة خابت وخسرت فلهذا لازم أن نحرص على شبابنا والله تبارك وتعالى يروي لنا يعني قصة اليهود كانوا عندهم المقياس ديال القائد يعني ديال الملك هو بالمال يعني كان الله سبحانه وتعالى كيروي لنا في سورة البقرة يعني قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا إيش قالوا اليهود قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه علاش قالوا نحن أحق بالملك منه الآية كتقول من بعدها ولم يؤتى سعة من المال لأنه يعني كان عنده اليهود قائد خاص يكون عنده المال ولكن الله تبارك وتعالى بين لهم لا ماشي كذلك ماشي اللي عنده المال يكون قائد ولكن القائد يعني شكون هو شو خاص يكون قائد هنا في الآية جاء طالوت يعني لماذا طالوت في نفس الآية الله سبحانه وتعالى كيوريها كيبينوها يعني والنبي وقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وفي الجسد جد وزاده بسطة في العلم وفي الجسد شنو هي البسطة في العلم والجسد يعني احنا نرجع إلى سورة الروم يعني احنا قلنا القوة كتكون بالعقل
وقد قلنا في ذلك في البدن. ففي هذه الآية من سورة البقرة أذكر بسطة في العلم يعني القوة في العقل، وبسطة في الجسم يعني في البدن، يعني يعني فين كتكون هذا الشروط هذه؟ كتكون في الشباب، الشباب كتكون عندهم يعني هذه القوة في الجسد وقوة في البدن. فهذا يعني في حكم الله تبارك وتعالى هما كيكونوا في القيادة، مكان القيادة. والآن نحن نسأل فين هما هذو الشباب الذين يقودون الأمة؟ فوين هما هذو الشباب؟ أين هم؟ الآن الشباب صاروا في المصائب، يعني صاروا يعبدون الغرب ليلا ونهارا في لباسهم، في أكلهم، في شربهم، في أغانيهم، في كل شيء. هذه مصيبة، مصيبة كبيرة. لذلك في الحديث ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد القوي خير من العبد الضعيف، خير وأحب إلى الله من العبد الضعيف وفي كل خير. وشكون هو العبد القوي؟ هما هما في الشباب، وفي الشباب لأن هنا مراد به مراد القوة. أنا ما بينش القوة في المال، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينش القوة في المال ولا في البدن ولا فك، يعني هنا جات القوة والمراد بها مطلق القوة، ومطلق القوة تكون في الشباب. لذلك حتى لا ينزعج الشيوخ، يعني نقول يعني قد يقول يعني شيخا كبيرا قد يقول مثلا هذا فيه شيء من الظلم، لا نحن نقول له لا، أنت كنت شابا، فإذا كنت استثمرت شبابك فترة شبابك فأنت على خير، فأنت أحب إلى الله، أحب إلى الله إذا كنت استثمرت، لأنك كنت تعبد الله وأنت شابا، وأنت تعبده وأنت شيخا كبيرا، فهذا خير الكثير. فإذا كنت استثمرت شبابك فأنت على خير. كذلك الله تبارك وتعالى يروي لنا القصة، قصة في سورة الكهف، يعني يروي لنا القصة ديال أصحاب الكهف. وهذا أصحاب الكهف يعني الله تبارك وتعالى يقول إنهم كانوا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية يعني الناس شباب خافوا على الدين ديالهم وخرجوا من المدينة كانوا فيها وهاجروا، يعني من أجل الله تبارك وتعالى، أنهم خافوا على الدين ديالهم، خافوا على الدين ديالهم، حيث لا ضاع الدين ديالهم، لا ضاع الدين، ضاع كل شيء، ضاع كل شيء، وما خافوا، هاجروا بعدوا ومشاو، لأنه قال لك يرجمونكم يعني تعودوا في ملتهم فلن تفلحوا إذا أبدا. فلهذا أصحاب الكهف كانوا شبابا. لذلك إبراهيم عليه السلام لما مشى وهرس الأصنام كان شابا، هرس الأصنام هو شابا. فلهذا على الله تبارك وتعالى يعني وقالوا سمعنا فتاة يذكرهم يعني قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كان فتى فتى إبراهيم. فلهذا لازم الشباب يكونوا مثل هذا مثل إبراهيم، يعني يدمروا الأصنام، الأصنام التي في قلوب الناس كي يدخل عظمة الله في قلوب الناس. لازم أن يشتهدوا على دعوة الله تبارك، لأن في هذه الفترة هم عذروا أقوى على الدعوة. وكذلك موسى عليه السلام يعني في الفترة الأولى كانوا معه فقط الشباب، يعني الله تبارك وتعالى في سورة يونس قال فما آمن له إلا ذرية من قومهم، فما آمن له إلا ذرية من قومهم. وجاء في تفسير ابن كثير هذه الذرية قال على ذرية على هذه الذرية يعني كانوا شبابا، يعني كانوا شبابا. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم يعني بدأ هو بالشباب، كانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن الأرقم. وكذلك يعني هذا يقول حد مستشرق، يعني مستشرق بريطاني اسمه مونتي جابري، يقول يعني في كتابه محمد في مكة قال الإسلام كان حركة شباب، الإسلام في الأول كان حد حركة ديال الشباب. فلهذا الشباب نصروا دين الله كثيرا. لذلك قال الزهري
الإمام الزهري قال لا تحتقروا حدثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا أهمه أمر معدل استدعى الفتية والشباب يرجو ويبتغي بذلك حدة عقولهم. كان عمر بن الخطاب لما كيجي شي أمر كبير، ماشي أمر بسيط، أمر معدل وش حاجة كبيرة، كان كيجمع الشباب والفتية كيبتغي بذلك حدة عقولهم، الفكر يكون عندهم قوي، فلهذا كان كيستشرهم. ويقول كذلك واحد المؤرخ يعني حيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معروف، يعني ما كانش على معروف بشي لباس ولا بشي حاجة، فكانوا اللي كيجيو عندهم ما كيعرفوش، كيقولوا وين هو فين هو ابن عبد الله. ولكن قال واحد المؤرخ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف، يعني كان دابا كنذكر لكم بالحرفيين اللي قال هذا المؤرخ، قال النبي كان يعرف بأنه كان يحف بزهر المتاف بيدك بالشباب، كان يعني كيتعرف لأنه كان يحفه الشباب. أقول أولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. cari fratelli, oggi abbiamo parlato, ma questa è una concatenazione, è una serie di cui parleremo da qui alle prossime Jumu'ah, inshallah ta'ala, dell'argomento dei giovani, che è un argomento molto importante, perché i giovani nel Corano sono dei giganti, nella Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sono delle grandi persone. È una cosa molto molto importante. Dice Allah subhanahu wa ta'ala nella sura Al-Rum, nella sura 30, la sura Al-Rum, dice Allah che vi ha creati da debolezza e poi ha reso quella debolezza, l'ha resa una forza, poi questa forza la rende un'altra debolezza e invecchiamento, e Allah crea quello che vuole, e lui è il sapiente, il potente. Per cui questa fase della giovinezza è una fase di forza che c'è fra due debolezze, perché tu prima eri un bambino, eri debole, e poi dopo diventerai debole, diventerai una persona anziana e debole. E questa forza e debolezza, in questo versetto, è intesa sia come debolezza della mente, del cervello, sia come debolezza del corpo. Per cui questa fase qua è una fase di forza sia del corpo che del cervello. E disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam il piede del figlio di Adamo non si muoverà finché non gli verrà chiesto di cinque cose: della sua vita dove era trascorsa e della sua giovinezza in particolare come l'ha trascorsa, e dei suoi soldi dove li ha presi e dove li ha spesi e di che cosa ha fatto con la sua conoscenza che ha imparato, cosa ha fatto con quello che ha imparato. Per cui da questo hadith capiamo che noi ci verrà chiesto della nostra vita in generale e della nostra giovinezza in particolare, perché è una fase di forza, è una fase in cui abbiamo tante tante grazie, tanti doni. Infatti sono molto importanti i giovani, infatti noi dobbiamo, e i giovani devono essere, non devono perdere tempo, e bisogna chiamare, e devono fare da'wah, perché in questa fase qua si è forti per la ibadah, si è forti per tutto, si è forti per fare la da'wah. Infatti i nemici dell'Islam, quando vogliono distruggere l'Islam, si concentrano principalmente sui giovani che vanno a puntare. Perché se i giovani diventano servi, perché se i giovani diventano servi dei soldi, servi delle femmine, servi della moda, della tecnologia, dei cellulari, dei social network, così via, se i giovani diventano così, allora la umma va in rovina. Poi il criterio
il criterio, Allah subhanahu wa ta'ala ci racconta che gli ebrei avevano come criterio per la leadership chi fare come capo, il loro criterio era semplicemente la ricchezza. Invece Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato loro il re Saul, che non era ricco. Infatti loro dissero nella Surah Al-Baqarah: come può lui essere un capo su di noi, avere lui il regno su di noi, e noi abbiamo più diritto ad avere la leadership? E ha risposto il profeta, disse: Allah lo ha scelto tra di voi e gli ha dato conoscenza e forza nel corpo. Da qui capiamo che re Saul è stato preso, scelto dalla Spantella, perché aveva appunto la conoscenza, la forza della mente e la forza nel corpo. Quindi noi adesso chiediamoci: dove sono i giovani che dovrebbero guidare la Umma? Dove sono oggi? Il hadith riporta il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nel hadith dice: il servo forte è meglio ed è più amato del servo debole, e in ognuno c'è del bene. Per cui la forza in senso assoluto la troviamo nei giovani. E poi Allah subhanahu wa ta'ala nella sura della caverna ci ha raccontato appunto i compagni della caverna, e ha detto proprio che sono dei giovani. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sono dei giovani, i compagni della caverna, e sono scappati dal loro popolo appunto per salvaguardare la loro fede, la loro religione. Per cui da queste storie qua capiamo che i giovani sono stati importantissimi nella storia della religione. E anche Ibrahim alayhi salatu wassalam era un giovane quando ha distrutto gli idoli. Infatti il Corano narra, dissero: abbiamo sentito un giovane che li detestava, che si chiama Ibrahim, era un giovane. E anche Musa alayhi salam, nella sua fase iniziale, sono stati i giovani ad aver creduto in lui, come riportato nella sura Yunus, che ad aver creduto in lui erano solamente dei giovani. Anche il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, l'Islam è cresciuto ed è nato ed è stato portato con la forza dei giovani che si riunivano nella casa di Ar'am ibn al-Ar'am. Disse anche l'orientalista britannico Montgomery nel libro Muhammad nella Mecca, disse: l'Islam era un movimento di giovani. L'Islam era un movimento di giovani. E poi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era riconosciuto fra il suo popolo perché era circondato dai giovani. Proprio lo riconoscevano perché era sempre circondato dai giovani. E disse Imam Zuhri, rahimahullah: non disprezzate il fatto che avete dei denti recenti, perché Umar ibn al-Khattab, quando c'era una questione importante, molto grande, chiamava i giovani e le persone giovani, li chiamava e si riuniva con loro, faceva una consultazione con loro, perché voleva appunto sfruttare la forza delle loro menti, dei loro cervelli. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم استغفر الله العظيم لي ولكم إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الله. آمين. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.